صباح النور يا شريف. بخير، انا كنت عايز اتكلم معاك في مساله خاصه. مساله خاصه؟ بس مش هينفع نتكلم انا علشان الزملاء، يعني انت فاهماني؟ طبعا فاهماك. طيب اتفضلي معايا، انا هاخدك ونروح مكان هادي علشان نعرف نتكلم فيه على راحتنا. قوي قوي، يلا بينا. قول يا شريف. انا سامعاك يا حبيبي. ياه، ده انا كنت مستنيه اللحظه دي من زمان قوي. ده انا كنت خلاص هيأس، لكن الحمد لله انت حسيت بمشاعري ناحيتك. انت فهمتيني غلط. غلط؟ انا قلت نيجي نقعد نتكلم في مكان هادي بخصوص فرح. فرح؟ وانا ايه علاقتي بفرح؟ وبعدين انت جايبني هنا علشان تقولي كده؟ ارجوك اهدي وما تتضايقيش، وصدقيني مش هتخسري اي حاجه، بالعكس هتكسبي كتير قوي قوي قوي. انت مش كان نفسك تبقي نجمه اعلانات مشهوره؟ انا بقى اقدر احقق لك كل اللي انت بتحلمي بيه في غمضه عين، لو اقنعت بابا انه يطلب من وكاله الاعلانات اللي بتعمل لنا اعلانات شركه انك تبقي نجمه كل الاعلانات بتاعه الشركه. نجمه كل اعلانات الشركه؟ وطبعا انت عارفه اعلاناتنا مغرقه تلفزيون ليل نهار، يعني الملايين دي كلها هتتفرج عليك، يعني هتخش طريق النجوميه من اوسع الابواب. ده غير الاجر اللي انت هتاخديه عمرك ما هتحلمي بيه في الحمله الاعلانيه دي، يعني كل مشاكلك محلوله في ضربه واحده. ايه سكتي ليه؟ مش مصدقاني ولا ايه؟ لا مصدقاك، عشان عارفه انك اذا نويت على حاجه يبقى تقدر تعملها. لكن قولي بقى، انا ما كنتش عارفه ان فرح تاثيرها مذهل للدرجه دي عليك. هي عجباني، عجباني قوي قوي. وعشان رفضت تنضم لطابور المعجبات جننتك، مش كده؟ قولي بقى، ايه المطلوب مني؟ قصدي ايه المطلوب من فرح علشان تنفذ لي كل اللي وعدتني بيه؟